حوالي 16 ما سنة. شاء الله ما شاء الله. فقلت له والله أنا فقط جاي مشان يعني أتشرف بالسلام على سيدنا وما في شيء ثاني. فشربت القهوة وظليت نازل. وانحفرت بذهنك تلك الذكرى. نعم هذه الحقيقة كانت يعني ذكرى حلوة. طيب في مرة ثانية يعني قابلك الملك عبد الله لما رفض كلوب انك تلتحق بالقوات المسلحة بعد ما كمل دراستك. هو شوي تفيدنا لهالموضوع. بعد لما كملنا دراستنا في كلية الشرطة العراقية اجينا وتقدمنا للقيادة. كلوب قالنا انتوا يعني هو ما قابلنا في البداية مباشرة احنا بواسطة المرحوم حسام الدين المفتي اللي كان مدير السجل هذيك الايام. هو قالنا انه انتوا رح يعني رأي كلوب باشا انكم انتوا رحتوا على حساب وزارة المعارف لذلك وزارة المعارف ابدأ تدبر اموركم. فاحنا حملنا حالنا ورحنا نقابل سمو الامير. كان رئيس التشريفات المرحوم بشير خير. فرحنا لهناك وقلنا له بدنا نقابل سيدنا. حدد لنا موعد ورحنا لهناك. صفونا بغرفة المرافق العسكري. المرافق العسكري تتذكر اسمه؟ نعم المرحوم صالح زكي. صالح زكي كشكش. نعم فصفونا هناك. دخل سمو الأمير وإحنا واقفين استعرضنا هيك. بعدين أول كلمة قلنا أنتم شرط. أنا ما كنت أعرف إنه جمع شرطة يعني شرط. قلت له طيب نعم سيدي إحنا شرطة. فسأل كل واحد عن اسمه ومنين بلده وكذا. بعدين قال لبشير خير أعطيهم كتاب. إذا عينكم. أعطانا كتاب ونزلنا فيه لوزير الدفاع. كان وزير الدفاع خلوص الخيري الله يرحمه. زيش. رأسا خلوص الخيري أرفق الكتاب بكتاب منه إلى كلوب باشا. وعندها طلبنا كلوب باشا وعيننا برتبة ملازم. ملازم ثاني نعم. نجم يعني. تجربة 6 أشهر. نعم. بعدين ثبتونا بعد 6 أشهر. طيب أول خدمة لك كانت في الخليل. نعم. مزبوط. نعم. عام 49. أول خدمة نعم سنة 1949. شو طبيعة العمل اللي يعني حولك ضابط إيش كنت أيامها؟ كنت في التحقيق. تحقيقات. نعم. كان قائد المنطقة المرحوم محمد المعايطة. كأني مر علي وأنا بقرأ بكتابك النقيب معنا أبو نوار والملازم مازن العجلوني بنفس الفترة. نعم لا إحنا لما أخذونا للضفة الغربية. نعم. نزلونا كنا في سيارة جيش. نعم. نص تراك هيك كان نص دوج كانوا يسموه. يعني الآن ذاكرتك عم بتشوف التراك. نعم نفسه. فأخذونا فيها نزلونا في القدس أول باللواء الأول. نعم. اللواء الأول استقبلنا هناك معن باشا أبو نوار كان ضابط هناك. ومعاه المرحوم مازن العجلوني. استقبلونا هناك ورحبوا فينا وغدونا وعشونا ونمنا هناك. ثاني يوم اجى السيارة ثانية واخذتنا لمنطقة الخليل. يعني كان حظك يبدو بالوظيفة من البداية لازم تصطدم او على الاقل يكون لك مهمة تقوم فيها. اول ما وصلت الخليل كان هناك في جريمة قتل في يطا. نعم. مزبوط. نعم. كان كيف تعاملت مع هذه القضية؟ كان في جريمة قتل بيطة. اليطاوية كانوا مشهورين بالتهريب. فكان في دورية فرسان. نعم. تعرف احنا الفرسان كان جزء احنا اول بقينا احنا جزء من الجيش. نعم. يعني الشرطة كان اسمها شرطة. ما كان في شيء اسمه أمن عام. نعم. كان شيء اسمه شرطة يعني كان الجهاز واحد. شرطة ودرك ضمن الجيش. نعم. فالدرك كان يعني فرسان. والشرطة كانوا يسمون باللغة العامية شناقيط يعني بالمسلخوذة. فراح 2 من الدرك 3 من الدرك. نعم. 2 جنود ومعاهم شاويش من زعبية الرمثة.
فهم اشتبكوا مع المهربين للطاوية في بالطريق بين الخليل وبين يطا، اطلقوا عليهم النار وقتلوا النائب، كان اسمه نائب الرقيب، هذا كان نائب يقولوا الرقيب الزعبي رحمه الله عليه، قتلوا وقتها. وطبيعي وصلنا الخبر احنا، وتحركت انا ومجموعه من الاخرين وتحركنا لهناك، واجرينا ظلينا نجري تحقيق طول الليل الى ان مسكنا الفاعلين. نعم. عام 1950 شاركت في اول عرض عسكري للفرسان في عمان. نعم. اعتقد في مطار ماركا. في مطار ماركا، نعم. وكان المفروض الشهيران يحضر العرض العسكري. نعم. تتذكر هذيك الواقعة؟ كانت كل سنة، هاي كانت العادة، كل سنة يقام استعراض في ماركا. نعم. بيحضر كان جلالة الملك عبد الله، وكان يعني كان كان مفروض هذاك الاستعراض بهذاك الوقت. أنا لأني كان ضابط فرسان، فالفرسان كانوا يمشوا ثلاث سرايا، كتيبة فرسان مؤلفة من ثلاث سرايا كانت تمشي قدام الاستعراض كاملا. بعدين شو كان دورك بالاستعراض؟ أنا كنت قائد سرية الخيل الحمر. البيض يعني الحمر؟ الحمر يعني في الخيل الشقر اللي هي البيض يعني. نعم. احنا والحمر الخيل الشقر اللي هم يعني لونهم احمر على شقر شوي وشعرهم اشقر. نعم. والخيل الحمر حمر ولكن شعرهم اسود. فانا بقيت قائد سرية الخيل الحمر اللي هي اخر سرية تقريبا. وكان قائد الاستعراض المرحوم أبو سطام حابس باشا المجالي. الوصي كان مفروض كان مفروض يحضر هذاك الوقت شاه إيران، ولذلك كان البروفات اللي كان يجريها المرحوم أبو سطام كان البدورات، كان الإعاز كان يقول سلام جلالة الملكين المعظمين. بعدين ظهر انه شاه ايران ما اجا، فاجا عبد الاله. نعم. الامير عبد الاله الوصي على العرش العراق هو اجا وحضر. طيب في اتصال، دقيقه مش راح اتاخر عليك. الاستاذ عبد الله سواعي، مساء الخير. مساء الخير استاذ محمود، كيفك يا حبيبي؟ الله يسلمك ودائما انت منور. الله ينور ايامك. الله يرضى عليك ويا سيدي، ومنمسي على عطوفة الباشا عبد الله الرافعي. الله يمسيك. الله يمسيك. ونقول له مساء الخير. الله يمسيك بالخير. واحنا يعني دائما كأردنيين بنعتز بكل الشخصيات العسكرية، وبالتالي يعني دائما عبد الله باشا الرافعي معروف لكل الناس، يعني مسيرته حميدة في لكل الأردنيين حقيقة من الشمال إلى الجنوب. ولكن يا أستاذ محمود بتمنى عليك حقيقة أنه دائما إحنا يعني الفضائيات الأردنية والإعلام الأردنية دائما إحنا بنستضيف اللي الناس يعني بيستضيفوا اللي دائما اللي معروفين لكل الشعب الأردني. فأنتوا الآن يعني برنامجك، وأنت حقيقة يعني ابن عشيرة أردنية ومن القطيشات، وحقيقة يعني بتذكرنا باللي كان لهم دور كبير حقيقة ممن ساهموا في الجهاز الأمني والأمن العام والجيش العربي حقيقة. يعني احنا نتمنى انه هاي العقول يعني اللي كان اللي لها دور كبير حقيقة في تطور جهاز الأمن إن شاء العام الله. واللي أسهموا ان شاء الله استاذ عبد الله، ان شاء الله يعني بعون الله انه كل شرفاء الوطن يتاح لنا المجال انه يكونوا ضيوف على الحلقة. بارك الله فيك، دائما تتحفنا باتصالاتك. بدي اعيد للداخرة شوية. أيضا في أواخر عام 50 ذهبت في دورة إلى بريطانيا. نعم. موضوع هيك الطيارة اللي رحتوا فيها، ومن استقبلكم في المطار، ومين كان يمتلك الطيارة اللي سافرتوا فيها لبيروت وبعدين لأمريكا؟ أي نعم. أو لبريطانيا. نحاول بس نستعيد جزء. نعم. من ذاكرة التاريخ. في نهاية سنة 1950 انتخبنا أنا ومعي ضابط آخر رحمة الله عليه حسني حسن. نعم. الشركسي،
للذهاب إلى دورة في بريطانيا. نعم. ولما جينا نسافر كان في طيارة من يعني الطيارة الوحيدة ما كان في الملكية الأردنية. نعم. ولا عالية ولا غيرها، كان في طيارة بيمتلكها المرحوم توفيق قطان. نعم. تأخذ بس أربعة ركاب، طيارة من اللي لها مروحتين. نعم. بس محركين يعني. محركين. نعم. نعم. فهذه أربعة ركاب تأخذ، فإحنا رحنا اثنين ومعانا اثنين كان ركاب ثانيين والطيار إنجليزي. لكن هاي فقط كانت تأخذنا لبيروت. نعم. لما ركبنا فيها وبتعرف هاي الطائرات تلعب فيها الهواء كانت لعب، يعني وصلنا بيروت الطيارات الحالية بتأخذ من هون لبيروت ثلث ساعة 20 دقيقة، أخذت معنا حوالي ساعة ونص. والله سلم وصلتوا بالسلام. والله سلم وصلنا. طيب في معي اتصالين خلينا نأخذهم مباشر وأعود لقصة الطيارة وكيف وصلت مطار هيثرو بين السقب، لكن هناك معي الأستاذ عمر لبطوش من الكرخ. مساء الخير أستاذ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير ولا ضيفك العزيز. الله يمسيك بالخير. والله احنا لما نستذكر ونشوف البشوات الرائعين هذول اعلام من اعلام الاردن. الحمد لله. بارك الله. الحمد لله رب العالمين. لما يستذكر الخادم مع هزاع المجالي ومع رحمة حابس ومع وصل التل والزائم من مواليد 27 ومتخرج في 49 وعنده الذاكرة ما شاء الله. احنا بنقول اول شيء العمر كله الله يبارك. ونحب نتمنى مع القناة المفضلة والقناة العزيزة انه باستمرار يعني يكون فيه من اعلام الاردن اظول اعلام. استاذ عمر. نعم. بتمنى عليكم الناس اللي زي هالاستاذ الكريم تتصلوا بالقناة وانا بشرفني نستضيفهم شرف إنا. شكرا. انتقل استاذ محمد ياسين معاني. استاذ محمد مساء الخير. الله يمسيك بالخير. الله يسعد هالمساء. مساء الخير لك ولضيفك الكريم. الله يرضى عليك. احنا بنتشرف بالاعلام الاردني مثل ما تفضل اخونا اللي حكى قبل شوي، يعني ما شاء الله الكريم، يعني خدم في الضفه الغربيه ومن مؤسسين الامن العام والجيش، وخدم من كمان مع الناس اللي رموز الوطن. احنا بنفتخر في الشخصية العريقة اللي موجود الآن. شكرا. ونتمنى يعني يكون لقاء دائما مستمر من يعني مع نفس الشخص ومع أخوان آخرين إن شاء الله. يا أستاذ محمد نستنونا كل يوم ثلاثاء إن شاء الله. الله يقدرنا بضيف تحبوه وتحترمه، بتمنى ذلك. الله يرضى لك. في اتصال كمان محمد الصمادي. أستاذ محمد مساء الخير. أستاذ محمد مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا عزيزي. يا ريت تحكي من التلفون يا أستاذ محمد، بس تسمعنا من التلفون. تفضل. أغيره؟ لا لا احنا سامعينك تفضل بس. عفوا لا. يلا انت على هوا تفضل. يا سيدي أنا العميد المتقاعد محمد الصمادي. والنعم. أحد تلاميذ العظيم الذي أمامك. السلام عليك يا أبا عمر. الله يمسيك بالخير. عليكم السلام ورحمة الله. لازلت في ذاكرتي وفي قلبي. بارك الله فيك. ولن أنسى ما علمتني، فمن علمني حرفا كنت له عبدا. بارك الله فيك. وأنت رجل كنت في مرحلة هامة في الأردن تتميز بشخصية نافذة وحضور قوي وله نظرة ثابتة وبعد نظر. شكرا شكرا. من القادة المميزين الذين لا يغيبون عن الذاكرة. نعم. شكرا. ولن أنسى ما حدث معي في كلية الشرطة. نعم. عندما كان يدرسني دكتور اللغة الإنجليزية، فقلت له يا دكتور أنا مش فهمان مش قادر ألحق اللغة. نعم. قال متأمل تصير ضابط.